مساء الفل، عاملين ايه؟ احنا هنخش في الموضوع على طول زي ما شفت من عنوان كده، السكن العائلي والمشاريع. هنضيف بقى للسكن العائلي المشاريع اللي انت سيادتك لما تيجي مصر ممكن تيجي تعمل. فالفيديو ده خاص بالناس اللي هي اللي بره مصر وبتفكر تيجي تعيش في مصر، ايا ده اي دولة بقى انت ايه جاي منها. احنا نحسب بالمصري ونحول للدولار. فنتكلم السكن العائلي ده اللي هو مثلا 4 5 افراد، او راجل ومراته معاهم 3 عيال او 4، تمام. هنفترض ان هم مثلا ايه 5 6 مثلا. عشان موضوع السكن العائلي في ناس كتيرة بتبعت تسألني، فالفيديو ده علشانكم. اول شيء هنفترض انك عايز شقة في منطقة متوسطة، مش هنقول اقل حاجة ولا اعلى، وهنقول برضو الاسعار دي عشان سيادتك تبقى عارف. اقل سكن فاضي، شقة فاضية مثلا في اقل منطقة دلوقتي هتوصل ل 1500 جنيه دي فاضية. ده اللي هو مثلا يعتبر ايه، يعتبر سكن اجتماعي في مكان متوسط، في مكان قليل كمان يعني، لحد ما توصل معاك فاضية مثلا 5000 جنيه، يعني بألف ونص. يعني حسابك كده ل 4000، خليها فاضية 4000، 1500 اللي هم 80 دولار لحد 4000. لو هتروح تقعد بقى في الرحاب ومدينتي ممكن تلاقي فاضي ب 4000، يعني 4000 ده عامل 214 دولار في الشهر. خلاص، لو مفروش طبعا الكلام تاني، الكلام يختلف. انت العدد ده عايز له 3 غرف، يعني اقل حاجة مساحة 90 متر، 3 غرف ورسبشن وحمام ومطبخ او حمامين. في شقق بيبقى فيها حمامين، اللي هو مثلا 90 متر اعتقد مش هتلاقي حمامين، تبقى صعبة شوية. ال 120 متر هيبقى فيها حمامين، حمام كبير وحمام صغير. خلاص، لو مفروش هنبدأ معاك من حاجة زي بدر مثلا من 2500 اللي هي 134 دولار لحد 8000 و9000 جنيه. ده لو رحاب مدينتي او اي حاجة مثلا في مستوى عالي. خلاص، ل 8000 جنيه مثلا اللي هو 429 دولار في الشهر. خلاص، فالسكن العائلي انت افضل ما دام انت جاي ممكن تاخد حاجة مفروشة، حاجة قصدي فاضية، وانت تفرشها واحدة واحدة هتلاقي اقل اسعار زي ما انت عاوز، سواء حاجات مستعملة او حاجات جديدة باسعار رخيصة. كل المميز في مصر ان انت جميع الاسعار تعرف تجيب السعر اللي انت عاوزه. ماشي، ده كده بالنسبة للسكن. بالنسبة للكهرباء، المية، النت، الغاز، الكلام ده كله هيكلفك قد ايه؟ هيكلفك ما لا يقل عن 500 600 جنيه في الشهر. طبعا انت لو استخدامك اكتر الفلوس هتزيد. خلاص، فانت خلي بالك برضو لان دلوقتي الكهرباء غاليه، الانترنت يعتبر مقارنه بالدول اللي بره يعتبر رخيص، بس هو في مصر لما بتقعد بتجمع كده هتلاقيك انت مجمع مبلغ كبير. يعني هو مثلا 600 جنيه تتكلم في حوالي 33 دولار. ماشي، فلو انت مثلا قاعد بره وبتقول انا باخد 1000 دولار لو جيت هعيش هنا، هتعيش هنا كويس، اللي هو يعتبر 18000 جنيه. لا، المرتب ده يعني عشان توصل له في مصر انت محتاج سنين يعني. ماشي، ف كده كام قلنا؟ 600 اللي هم 33 دولار، قول 35 دولار، قول 35 دولار 650 جنيه للحاجات دي. الاكل والشرب، انت طبعا العدد الكبير ده مش هينفع تاكل اكل جاهز، انت هتجيب اكل زوجتك بقى تطبخ لك في البيت وبتاع، وهيوصل معاك مينيمم في العدد 5 6 دول. اعتقد يعني انت دي ميزانية وربنا يعينك، وكل واحد له رزقه يعني، فانت ايه، رب هنا رب هناك يعني زي ما بنقول يعني. ماشي، هقول لك كام يعني، 120 جنيه مثلا، ما انت كل يوم يعني مش هتاكل فراخ برضو. اعتقد يعني 120 جنيه قول 150 الاكل والايه والشرب. ايوه، مثلا الكيلو اللحمه مثلا بيوصل معاك 270 جنيه. تخيل انت ستة بقى لو بتفكر تاكل في يوم لحمه ولا بتاع، فتخيل انت محتاج لك يعني مش اقل من كيلو ونص مثلا او 2 كيلو. انا بنتكلم في المعيشه الطبيعيه اللي هو ايه، لا مرفهه قوي ولا انت يعني في الارض خالص. فهتقعد تجمع كده ايه، لو انت قعدت تعمل حسبه كده بسيطه هتلاقيني بتكلم على 120، ممكن 100 جنيه مثلا لو اكله بقى يعني ايه، أكلة بسيطة بس برضو يعني. الرز النهاردة 15 جنيه، ماشي، الفراخ حاجة 40 تقريبا أو 38، ماشي. فالمهم يعني هتعمل حسابك في 120 إيه، 120 جنيه اللي هما كام، عاملين حوالي 6 دولار ونص.
مش هقول لك 10 دولار، 10 دولار عاملين 180. لو انت الدنيا حلوه معاك انت كده كده ايه، هتاكل هتدور انك تاكل احسن حاجه. والمميز في مصر برضو ان في اسعار عاليه وفي اسعار ايه قليله، فالفقير بيعرف ياكل والغني بيعرف ياكل، عشان بس تبقى مريح نفسك. ماشي. بعد كده موضوع المواصلات، انت بتسأل هل اجيب عربيه؟ والله انت لو معاك اقامه وتعرف تجيب عربيه خليها تحت ايدك، بس تكلفه تشغيل العربيه عالي مش قليل. البنزين النهارده ال 92 عامل 8 جنيه 75، ماشي، وربنا يسهل وشكله هيزيد تاني، ربنا يستر. يعني الاسعار بتاعت العربيات طبعا في انواع كتيره جدا جدا جدا. اقل نوع يعني اللي هو سوزوكي التو، عربيه قد كده معفنه، دي عامله حوالي وصلت ل 130 الف دلوقتي او 140 الف، دي اقل حاجه. مستعمل في الاسعار اي في كل الاسعار اللي انت تتخيلها. الجديد لو هنعلى بقى، عندك بي واي دي اف 3، عندك نيسان صاني، عندك رينو لوجان، عندك تطلع شويه فيات تيبو، تطلع شويه تويوتا، تطلع شويه تخش في الالماني، تخش في السكودا، فولكس فاجن، تخش في انت بقى وايه، انت وفلوسك، هي الفلوس هي اللي هتتحكم في الموضوع ده. 100 الف هتجيب مستعمل، من 250 الف وانت طالع ل 300 الف هتعرف تجيب جديد. ماشي. طيب ده بالنسبة للعربية. لو انت مواصلات وكلام من ده بالعدد بتاعك ده، مثلا لو انتوا شوف بقى عيالك بقى هتعوزوا تروح مدارس، هتتحركوا تروحوا مشوار، هتعمل حسابك في الشهر مثلا مش اقل من 1000 جنيه، 1500 جنيه لو انتوا بتتحركوا كتير. ماشي. كده اتكلم عن الاكل، الحاجات بتاعت الكهرباء والنت والغاز والكلام ده، السكن بتاعك. طيب سعر الشقة نفسه، سعر الشقة على حسب المكان وحسب انت هتشتري في ايه بالظبط وحسب انت هتكيش او انت هتقسط، بس يعني بالميت بالميت انا بقول لك اهو، لن يقل سعر الكاش عن 350 الى 400 الف بقى. وانت طالع بقى ايه، هتلاقي كل الاسعار، سواء بقى العاصمه طبعا فوق المليون عشان تبقى انت فاهم، العاصمه الاداريه، عندك مناطق اللي هي في اكتوبر اللي احنا مثلا بنعتها يعني تعتبر متطرفه شويه مثلا، بس دلوقتي بقت كل الخدمات موجوده والدنيا متغيره خالص عن زمان، وصلت للارقام اللي انا بحكي لكم فيها دي، المساحه تزيد الفلوس هتزيد. فانت ايه، انت ودماغك، ده موجود واللي فوق المليون موجود واللي فوق الاتنين مليون موجود وكل الايه الحاجات دي اتكلمنا برضو فيها قبل كده. الحاجه التانيه، انت ممكن تستثمر ايه في مصر؟ يعني لو انت جاي وعاوز تشتغل، والله عندك مشروع في دماغك، محل مثلا، بس حاجه تبقى مميزه عشان يبقى في اقبال عليها. الاكل والشرب ده بيكسب دايما في اي حته، هيكسب معاك، بس برضو احسب الموضوع منه دراسه كويسه وتوكل على الله وابدأ فيه، مفيش مشكلة. موضوع العربيات، انك تجيب عربية وتشغلها والله كويس، سواء اشتغلت عليها اوبر او وديتها مكتب، هيجيب لك دخل في الشهر مثلا مش اقل من 5000 جنيه مثلا. حاجة زي زوم كار، بغض النظر عن مميزاتها وعيوبها اللي احنا اتكلمنا عنها، لو انت شغلتها مع عربية جديدة هتجيب لك مش اقل من 6.5 7000 8000 لو موديل اعلى. ماشي. وده دخل ثابت يعتبر في خلال الشهر. هتشتغل اوبر على حسب شغلك، ان درايفر بيبقى رقم في الشهر، وبعد اول 3 شهور بيحسب لك 60 40%. ماشي. ممكن تاني طبعا، في عندك فريندلي كار، وفي عندك درايف، وفي الابلكيشنات التانية بقى كريم وان درايفر وديدي، كل البرامج دي تشتغل عليها في العربية وهتقدر توفر من المعيش. ولكن انت الحاجة العائلية دي لو في عندك حاجة مميزة تعرف تشتغل فيها، انت محترف فيها، دي هتفرق جدا معاك في مصدر الدخل بتاعك. اعتقد يعني لو في حاجة انا ناسيها بقى ابعتوها لي، انا بحاول ان انا ما اطولش اكتر من اللازم يعني، واتمنى تستفادوا. وجمع بقى الارقام اللي احنا قلناها دي، هتلاقي انت في الشهر كده مثلا بالميت ال 10000 دي هي اللي تقدر بس طبعا ال 10000 مش هتروح تاخد حاجه جاهزه ب 5000 جنيه مفروشه، فانا عشان كده بقول لك خد حاجه مش مفروشه عشان تعرف تظبط المعيشه بتاعتك، وما تروحش تقعد في مدينتي ولا رحاب، لان دول اسعار عاليه وكل حاجه ايه غاليه هناك جدا يعني. ماشي. بس كده، كفايه كده. ولو لسه جديد بقى سبسكرايب واعملوا شير يا جماعه، يعني مش هتخسروا حاجه، عشان برضو انت تستفاد وانا استفاد والدنيا تمشي. اشوفكم على خير، سلام.